جديد. السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة باتت خطرا يهدد الشباب بنفس درجة تأثيرها على كبار السن. تحدث أعراضها فجأة وتقف عدة عوامل وراء حدوثها لدى الشخص، ويعد العلاج الفوري أمرا بالغ الأهمية، إذ يمكن العلاج المبكر التقليل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى وأيضا منع الإعاقة الناتجة عنها. فما هي أسباب حدوثها وكيف يمكن التصرف عند حدوثها لتفادي المضاعفات الخطيرة لاحقا؟ للمزيد ينضم إلينا من أبو ظبي الدكتور روبير حنا قصاب، اختصاص الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. أهلا بك دكتور، صباح الخير. صباح الخير. ونبدأ مع هذا الموضوع وهذا الخطر الذي يهدد حياة الشباب وليس فقط كبار السن. لو تحدثنا عن أهم العوامل التي تساهم في ظهور هذه السكتة الدماغية. أولا صباح الخير. صباح صباح الخير لكم كليا، وصباح الخير لمستمعي ومشاهدي قناة العربية. أولا النشبة، نحن نقولها النشبة، السكتة الدماغية بالعربية اسمها النشبة. تعريف النشبة هو عبارة عن اضطراب عصبي مفاجئ يؤدي إلى فقدان أو ضعف التحكم الإرادي الحركي والحسي، واضطراب في التوازن، واضطراب في الإدراك، وانعدام التوازن. هذه الأعراض تدوم إلى 24 ساعة وأكثر، وقد تؤدي إلى الوفاة أحيانا، والسبب يكون وعائيا فقط غير رضي. إذن المشكلة هي وعائية في الأوعية الدماغية للدماغ، سواء كانت نزف أو احتشاء. طيب دكتور، إذا ما حدثت هذه الأعراض يعني قدام شخص قدامنا، ما يجب أن نفعله أولا لحماية هذا الشخص؟ برافو. هلا ما بدنا نستنى تطلع الأعراض بشكل كامل لحتى ناخذه على المستشفى. يفضل عند ظهور بداية الأعراض، أول ما تظهر الأعراض، سواء مثلا ضعف بأحد الأطراف أو ارتباك أو صداع شديد أكثر من اللازم، لازم نأخذ المريض للمستشفى بشكل باكر جدا، لأن التشخيص الحالي كلما كان باكرا، كلما أخذ العلاج مبكر، كلما كانت النتائج أفضل في تأهيل المريض وفي إعادة المريض للحياة الطبيعية. طيب يعني دكتور، إذا ظهرت هذه الأعراض أو بعض الأعراض في البداية كما ذكرت، يعني الاكتشاف المبكر أو التحرك السريع قد يساعد هذا المريض لعدم التعرض للمضاعفات، كيف يمكن أن نتصرف العائلة يعني الأصدقاء في حال حدوث هذه الأعراض؟ يجب أن يؤخذ المريض مباشرة إلى مستشفى تخصصي لتقديم هذه الخدمات، للخدمات الطبية المباشرة وليست التأهيلية. بالفترة الأولى هناك عندنا مرحلة حادة يجب تقديم هذه الخدمات الطبية في مشافي. ما هي هذه الخدمات دكتور؟ الخدمات مثال، إذا كانت النشبة بسبب احتشاء، هناك أدوية لتحليل الاحتشاء الخثرة، هناك أدوية معينة لتحليل هذه الخثرة والنتائج تبعها. بالطبع الموضوع هذا لازم يكون خلال ساعات، في ساعات الأولى للإصابة. إذا تأخرنا أكثر يكون صار الاحتشاء وتم. إذا كان وصول المريض خلال ساعات معينة، 3-4 ساعات، وإعطاء هذه الأدوية، يمكننا التخلص من الاحتشاء والعودة للحياة الطبيعية. طب دكتور، انت كنت عم تتحدث عن الاعراض ازدواجيه في الرؤيه، التنمل، طب كيف نميز انه يمكن هذه الاعراض لها ارتباط مباشر بالسكته الدماغيه او يمكن اعراض مجرد اعراض؟ برافو. هلا يفضل عند حدوث هذه الاعراض او نوعيه هذه الاعراض مباشره تروح على المستشفى. انت ما راح تستنى لحتى انه تتاكد انه هي من السكته ولا هي مو من السكته، يفضل لا، تروح مباشرة على الخدمات الطبية الموجودة بكثرة في دولتنا، وهن الأطباء هن اللي بيقرروا أنه هاي سببها السكتة أو سببها شيء آخر. طيب السكتة الدماغية يتعرض لها الشباب كما ذكرنا في السابق دكتور، وليس فقط كبار السن، كيف يمكن أن نحمي أنفسنا؟ هل من عوامل معينة يمكن السيطرة عليها، أصحاب الأمراض المزمنة مثلاً؟ برافو. هلأ الموضوع في عنا بالسكتة الدماغية في عنا عوامل خطورة، والعوامل الخطورة هي نوعين، عوامل خطورة لا يمكن تعديلها وعوامل خطورة يمكن تعديلها.
مثال عن عوامل الخطورة التي لا يمكن تعديلها مثل العمر، السن، الجنس، العرق أو القصة العائلية. هذول العوامل لا يمكن تغييرهم. أما العوامل التي يمكن تغييرها وهي اللي نشتغل عليها والوقاية عليها، مثل ارتفاع توتر شرياني، نقص التروية العابر، أمراض القلب، التليف الأذيني، داء السكري، التدخين، تضيق شريان السباتي، الكحول، استعمال جرعات عالية من الاستروجين، ارتفاع الكوليسترول الدم. وأنا بالنسبة لي كطبيب تأهيل بركز على قلة النشاط الحركي. قلة النشاط الحركي هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى السكتات الدماغية. لذلك أثناء الوقاية، والسؤال العودة لسؤالك، الوقاية لازم نرجع لكل هذه العوامل الخطورة التي يمكن تبديلها ويمكن تعديلها ويمكن تغييرها. وأنا بركز كثير على النشاط الحركي، لازم نزيد من النشاط الحركي تبعنا. طبعا إذا زدنا من النشاط الحركي وعالجنا أمراض القلب وعالجنا ارتفاع التوتر والسكري وكل اللي حكيناه والكحول والتدخين، دكتور، هذا كله بده يخفف من نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية. عملية التعافي لماذا قد تختلف من شخص إلى آخر؟ برافو. هلا عملية التعافي مشكلة شوي معقدة، هي تعتمد على أمور معينة. أولا بالحقيقة تعتمد على الإصابة بحد ذاتها حسب كبره ولا لا، واثنين تعتمد انه هذا المريض اخذ التاهيل اللازم في المراكز اللازمه ام لا. لانه عم نلاحظ مع الاسف انه ببدايه الاصابه، وطبعا التاهيل لازم يكون في بدايه الاصابه، كل ما اسرعنا في بدايه الاصابه وقمنا بالتاهيل كل ما كانت النتائج افضل. وفي هلا بالدوله موجود مراكز كثير تخصصيه لتقديم هذه الخدمات التاهيليه. لذلك المريض لما ياخذ الخدمات التاهيليه بالوقت المناسب تكون النتائج رائعه ورائعه جدا. طيب السكتة الدماغية دكتور قد يتعرض لها شخص ويعني يكون هناك تعافي وإعادة تأهيل في حال الإصابة من قبل، كيف يمكن أن نتجنب الإصابة من جديد؟ هل يفيد الأسبرين، أدوية معينة؟ برافو. هلا حسب المشكلة أو حسب نوعية الإصابة، مثل ما قلنا نوعية الإصابة هن اثنين، احتشاء أو نزف. هلا إذا كان السبب هو نزفي لا يمكن إعطاء الأسبرين طبعا بهذه الحالة، لأنه بده تزيد المشكلة أكثر. أما إذا كان السبب احتشائي، طبعا هذا بده يصير بعد التشخيص بعد الطبيب. نعم. بالاحتشاءات نعم يمكننا إعطاء أنواع مثل أسبرين أو حتى أدوية معينة للتخفيف من عودة وتكرار الإصابة. طيب دكتور، نذهب إذا أسئلة المشاهدين وأبرز المشاركات. السؤال الأول، الإصابة بالسكتة الدماغية هل لها أعراض وإسعافات أولية؟ هلا بنرجع بنقول الإسعافات الأولية لا يمكن إجراءها في المنزل، ويفضل إيصال المريض بأسرع وقت للمشفى لتشخيص الحالة. إذا كانت نزفية علاجها يكون شكل، وإذا كانت احتشائية يكون علاجها بشكل. نعم. طيب ننتقل إلى استفسار آخر دكتور، يعني ما هي نسبة شفاء مريض السكتة الدماغية؟ هلا هذا يعتمد مثل ما قلنا لكم، يعتمد على عدة عوامل. العامل الأول هو الإصابة، كبرها ووين مكانها وشو إصابتها. الشغلة الثانية إعادة التأهيل، نرجع نقول إذا كان يعاد التأهيل في بدايته بمكان المناسب. الشغلة الثالثة واللي بحب أركز فيها هو تحفيز المريض. مريض السكتة أو مريض التأهيل يختلف عن المريض الآخر. مريض السكتة إذا ما عنده الرغبة بالتأهيل والعودة لحياته الطبيعية مستحيل نقدر نرجعه. لذلك نحن أول ما نشوف المريض خلال التقييم الأولي بنحاول نكسب الثقة تبع المريض ونحاول تحفيز، نحن عندنا شيء اسمه إنكوريج، تحفيز المريض لقبول التأهيل. إذا على النفسية للمريض. نعم. طبعا إذا قدرنا نحصل على هالشيء ممكن يكون العلاج رائع ونسبة شفاء رائعة. المشاركة التالية، كم تأخذ مدة برامج التأهيل للإصابة بالسكتة والعودة للحياة الطبيعية؟ برافو. هلا عندنا الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى تسمى في عالم التأهيل الفترة الذهبية للتأهيل السكتات الدماغية. هاي الفترة الذهبية، الأشهر الثلاثة الأولى ممكن تسميها فضية، لكن السنة الأولى هي المهمة، بعد السنة الأولى تكون النتائج شوي ضعيفة.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور روبير حناق السابق اختصاص الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، كنت معنا من أبوظبي. شكرا لك.